جدا يا ايمن، ومن ايمن لخالد رزق. يا خالد، اخبارك ايه وطمنا عندك ايه الاخبار؟ كل التحية ليك يا كريم، وكل التحية لمشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. طبعا يعني مباراة مهمة جدا، يعني طموح وامال كبيرة جدا بيعقدها الجمهور المصري الحاضر هنا في استاد فيليكس بواني، وايضا هناك يعني دعم كبير من الجاليات العربية اللي موجودة، مغاربة لبنانيين جزائريين، ناس كتير بتشجع وبتدعم المنتخب الوطني المصري، وان شاء الله تكون مباراة كلها خير وسعادة ونجاح. طبعا الجمهور زي ما احنا شايفين متواجد من بدري، وفي جمهور ما زال يعني بيجي للاستاد، ولكن طبعا الجمهور الغاني عدده اكبر بكتير جدا. طبعا قرب المسافات بين غانا وكوتيفوار فيمكن الامور اسهل شويه. طبعا الجمهور هناك هتافات كتيره جدا، هناك تشجيع كبير جدا. سريعا تتوقعوا جميعا المباراه كم نتيجه؟ باذن الله مصر هتفوز 2-0 ان شاء الله. 2-0 محمد صلاح ومصطفى محمد ان شاء الله. ان شاء الله محمد صلاح 2-0 ان شاء الله مصر. ان شاء الله باذن الله. يلا تعادل، التعادل 2-2. مصراوي محمد طبعا اكيد كريمه يكون في هتافات، يكون في تشجيع، وان شاء الله الجمهور المصري يكون العامل واللاعب رقم 12 في ملعب المباراه، ويكون كل التوفيق يحالف منتخبنا الوطني ان شاء الله في مباراه اليوم. ونفرح يكون فينا اللقاءات بعد هذه المباراه كلها تكون احتفالات في الشوارع الايفواريه. يعني كريم من ملعب فيليكس بواني، وقبل بدايه المباراه نعود اليك مرفوع الاستوديو، اتفضل. مشكورك يا خالد، كل الشكر لزمايلنا الاعزاء، اصدقائنا الاعزاء خالد رزق وايمن مصطفى. مجهود كبير جدا 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 على مدار اليوم من كوت ديفوار عشان يقربوا الناس اكتر من كل اللي بيحصل هناك. بشكركم شكرا جزيلا.